السلام عليكم الاخوان، نتمنى كل شيء بخير. اليوم غندويو على واحد خينا، واحد النصاب اللي داير حاله في عباد الله. يعني كل مره داخل بسميه، مره عماد برانت، مره ما عرفت ابراهيم برانت، مره كل مره المهم كيدخل بسميه. وهذا السيد داخل بواحد التقنيات اللي جداد، اش كيدير؟ هل مثلا انا الا عقدت به كيجي عندي وكيقول لي انت نصاب، لا امبريمون دايره 3000 درهم وكتبيع ب 5000 درهم. دابا اللي مدكيش اش كيدير؟ كيقولوا هذا راني ترى فعلا كيبيع ب 5000 درهم، كيضحك علينا والسيد كيبيع ب 3000 درهم. كيمشي كيقول لي خويا كاينه ب 3000 درهم، كيقول لي راه كاينه، تمشي تيفيرسي لي 3000 درهم، مشات لي 3000 درهم. كاين اللي كيعيق، كاين اللي كيقول لي لا خويا ما نشد لامبريمونت عاد باش نفيرسي لك الفلوس اولا نصيفط لك شي واحد. اش كيدير هذاك خينا؟ شي شويه كيمحي ديك الكونفرساسيون اللي دازت مع السيد. علاش؟ باش ما يشدش عليه شي بروف. هادشي دابا النصب اللي ولا داير هاد خينا. اولا اش كيدير؟ كيمشي كيجي كيقول لك، كيمشي كيجيب شي فيسبوك هو نيت اللي مصايبو، مثلا خديجه ولا زبيده ولا هادي، وكيكتب حداها احضروا هاد النصابه. يعني تاكتيك جديد داخل به هاد خينا هاد. غادي نقول لكم واحد الحاجه، بزاف منكم ما غاديش يعاقب هاد السيد انه نصاب. علاش؟ علاش علاش انا عقت به انه نصاب وانتم ما غاديش تعيقوا به انه نصاب؟ قليل اللي غادي يعيق. هاد السيد كل مره كيلوح واحد ديك التصاور ديال الالوي 105، كل مره مصورين في بلاصه، مثلا كل مره مصورين في شركه، دوك الشركات عندهم الالوي 105 وتيلوحهم، كيمشي هو تيدير اونغيستري الصوره وتيلوحها. يعني هادوك الشركات انا كنعرفهم شخصيا، يعني هادوك عندهم، وهذاك السيد كيهز هادوك التصاور وكيلوحهم. يعني اذا بين اشنو؟ يعني انت مثلا كتبيع وتشري، ما يمكنش غادي تلوح مثلا التصاور ديال ديك الشري، مثلا الكلاخ اللي فيه غير كون غير يلوح ديال شي شركه وحده غنقولوا بعدا راه ماشي مشكل، ولكن الكلاخ اللي فيه كل مره كيهز التصويره ديال شركه مثلا مصوره في هذيك الوي 105 وتيلوحها، زعما شوفوني انا راني عندي، انا راه كنبيع ونشري وعندي شركه وعندي هذا. حنا تنعيقوا به حيت عارفين مالين هذوك الشركات، يعني ما مالين هذوك الشركات تنعرفوهم. يعني اين فوا غيلوح مثلا ابار، مثلا غتقولوا تصويره غيلوحها غير من الثمن. او السيد مره كيلوح لك 3300 درهم، مره كيقول لك 3000 درهم. اخوان راه البيع والشراء اللي كان بيع وشراء راه ما تيلوحش الثمن، غير باش تكونوا عارفين هذه القضيه. يعني هذه من باب باش بنادم يفطن، هذه البيع والشراء. سمعتوا الاخوان؟ هذا السيد نصاب كبير، وانا ملي شفت هكاك يعني سكرينيت شي تصاور انه كان لايح في واحد الجروب 3300 درهم وجروب اخر 3000 درهم، ديال 8 3000 درهم. انا عايق بين الصاب، انا ما نكذبش عليكم، ما بغيتش نلوح دوك لي سكرين، ولكن ملي شفت شي وحدين شي دراري يعني كيلوحوا كيقولوا هذا السيد نصاب وهادي، قلت علاش انا ما نلوحش هاد لي سكرين؟ ما تعرف يعني بنادم هو تيدخل اصلا الفيسبوك ديالي كيقلب كيشوف مع راساته. لحت السكرين البارح هو يجاوبني في لي كومونتير ويقول لي غنتابعك قدائيا. سير تابعني قدائيا يلا، قلت لي باش نيتي قرقبو عليك، غتلقاك نيت راك روشيرشي باش كيعجبك بعدا كيجاوب في لي كومونتير، تيبغي يدور لك الصمطه كيف ما قلت لكم في الاول، كيبغي يقول لك انت نصاب وانت هادي وانت هادي. والسيد صاحبي ما كومونطا عليه، ما سكرينا ليه شي حاجه، ما والو. مشيتي دخلتي الباج ديالو وديتي عليه انت نصاب، انت فاعل، انت هادي، انت هادي. هو ملي تيحصل تيقلبها لك على دارك، يوقع انت هو النصاب، انت كدير عباد الله، انت هادي. واللي مطور راه تيفهم، واللي ما مطورش علم الله شحال من واحد خارطه وما باغيش يهضر، علم الله شحال من واحد دالي فلوس وما باغيش يهضر. ونيت واحد الدري نيت كنت كنهضر معاه دابا في فيسبوك قبل ما ندير هذا الفيديو، ويقول لي الله يرحم لك الوالدين راه بان لي هذاك السكرين ديالك، يعني لحتي ذاك البوست، قال لي راه يلاه باغي انفيرسي لي فلوس. اقسم بالله راني السكرين ديالو راه سكرينيته ولحتهم في هذوك لي سكرين اللي لحت، يلاه باغي انفيرسي لي الفلوس. يعني صيفط ليه ذاك اش يقولوا لي ذاك، صيفط ليه ذاك الريب ديالو، يلاه باغي، قال لي يلاه باغي انفيرسي لي الفلوس. قال لي وبنتي لي لحتي هكا وانا نعرفو نصاب صافي. قال لي ملي عرفتو نصاب قلت لي راه غنجي عندك ناخذها، وقال لي وي
وصيفط لي الواتساب مسكريني قال لي دغيا سيبريم هذوك لي كومونتير. ومني رجعت بغيت نسكريني دوك الفيسبوك تما ديجا كنا هضرنا معاه فاش حال هادي شهر هادي تغاوت انا وياه الدار انا وياه في فيسبوك عندي. ملي رجعت بغيت نسكريني دوك لي الكتابه لي كومونتير لقيتهم مسحهم ما لقيتش من سكريني. ديك الساعه عرفت انه راه هو نيت راه غير ما عندك سميتو عماد هو هذا نيت واحد لا غير. اخوان باش نكونوا واقعيين راه شي اي واحد راه كيقول لك واحد المثل المغربي كذاب شكون كيقضي عليه الطمع شكون كيقضي عليه الكذاب صافي يعني انسان انت كطمع كيبان لك واحد واش عباد الله شركه الاصليه اللي تدخلهم وما تتبيعهمش بهذاك الثمن راه لا يمكن راه لا يعقل راه هذا شي حاجه ما كيتقبلهاش العقل عباد الله بركه من ما فهمتش انا والله ما فهمتش حتى انسان تيتعامل معاك كتصاحبو انت راه ما عرفتش كيربح معاك ما عرفت 100 مليون ولا ما عرفتش شحال كيربح معاك راه شي الا ديت معاك واحد 200 درهم فهاديك لامبريمونت حيد منها المازوط حيد منها السيروجي حيد منها هادي الا شاط ليا فيها واحد 100 درهم ما نقولها لحد والانسان هذيك 200 درهم ما باغيكش تربحها راه ما يمكنش واش انا بغيتيني نخدم معاك فابور راه ما يمكنش شطيري كيتغدى جوج مرات ولا كيتعشى جوج مرات ولا كيفطر جوج مرات شطيري هذا شطيري اللي كيبغي يدير فيها شطيري ديما كتلقاه كيتصيد كيجي يبغي يدير زعما فيها عيق ساعه ورا ما عيق والو كيجي واحد كيجمع ليه كلشي كيجي كيجمع ليه كلشي وكيضرب الطم ما يهضرش والله ما يهضر علاش حيت تصيد ملي تنهضروا حنايا و تنجيو تنقولوا فلان كريط تعيق صاحبي راه ما يمكنش مثلا امبريمون ما عرفتش شحال دايره في الجمله كثار من هذاك الثمن ويجي واحد دير لها 3000 درهم كتقول انت راه صيدت انا الهوته انا كنت حتى لي الساعه حتى لي كتلقى راسك مصيد ماشي صيدتي الهوته كتلقاه هو اللي صيدك نتعامل مع واحد اللي معروف اولا بعدا او ما ندخل بعدا على الفيسبوك شوف الهبط ما خصني ندخل الفيسبوك خصني ما نكملش داكشي ديالو دخل عندي الفيسبوك وبقى طلع 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 يعني راه سنين ديال الخدمه يعني راه ما ساهلاش خاصك تبقى طلع 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 خاصك واحد يومين ولا 3 ايام يلاه تكمل داكشي ولا شنو ولا كملتي انسان انا هاد الهضره ماشي كنقولها لك باش تشري من عندي انا كنقول لك هاد الهضره باش تتعلم باش تعيق دخل الفيسبوك وشوف بالك فيسبوك جديد صافي ما نزيدش الهضره بحال اللي كيدير هاد الخينات كيدخل فيسبوك جديد يعني ما لا دخلتي البروفيل ديالو ما غتلقى والو غتلقى لا غير غتلقى التصويره ديال البروفيل والتصويره الاخرى ديك ديال اللي كيديروا عرض صافي هادشي اللي غتلقى عنده ما غتلقى عنده حتى شي حاجه كاع انا كاع حصلت مثلا وبغيت نشري من عنده وما نعطيهش ما ندوش ليه الفلوس الو خويا فين كاين انت كاين في طنجه واخ انا ندير ليها بالعين يا صافي اخويا انا غنجي عندك لطنجه فين كاين انت فين هادي فين هادي غادي تبقى غادي معاه بشويه بشويه حتى غادي يبان لك هذاك راه نصاب صافي ساهله. المهم الخوت هذا الفيديو درتو باش بنادم يعيق يبقاش يتصيد عرف مع من كتعامل وما تبقاش تشاطرو بزاف راه كيف ما قلت لكم اللي تشاطر بزاف راه كيجيبها عا فراسو. بغيت كاع نتشاطر بواحد الثمن اللي معقول راه ماشي ما يمكنش هو واحد غيجي عندك بحال واحد السيد ديك عيط لي نيت فهضر معايا في الواتساب كيولي نعطيك 3000 درهم وديالاش 3000 درهم وانا ما شاريش 3000 درهم قلت لي ديالاش 3000 درهم كي حشومه كاع تقول حتى 3000 درهم دابا هذاك شنو وقع لي دابا شاف هذاك خينا اللي حاب 3000 درهم ولكن داك خينا ماشي كونفيونس قال اجي نمشي انا عند هذا اللي كونفيونس ونعطيه 3000 درهم انا ما غاديش نبيع عليه ب 3000 درهم حيت انا ما واخداش ب 3000 درهم. السيد عاوتاني والبارح والبارح هضر معايا حتى هو في الفيسبوك هضر معايا نيت على هاد لويسون 5 قال لي شحال دايره في الثمن قلت
لي 4500 درهم. قال لي لا راه واحد السيد انا تنعرفه معنا في الشركه قال لي راه حسبات ليا بقل من هذا الثمن. قال لي سير الله يسهل عليك خذها عندها الا حسباتك قل من هذا الثمن سير الله يسهل عندك. هو قال لي واه انت غنعطيك غنعطيك هذا غنعطيك 3400. انا كيسحب لي قال لي 4400 وانا كيسحب لي قال لي 4400. قلت له ماشي المشكل صافي الله يسخر. سيد فيرسا لي الفلوس قال لي انت عطيني باكي ديال بي في سي حسبت لي بجوج دراهم ونص ولا مبريمونت. ملي كنجي نشوف في الكونت كنلقى داك الثمن اللي هذا ماشي هو هذاك. عيطت ليه هذا ما تنعرفو ما تيعرفني. عيطت ليه قلت له اخويا راه داكشي ماشي هو هذاك. قال لي لا راه تحسبت لي بداك الثمن. قلت له زكزك بلاتي رجعت للفيسبوك قلت له اخويا اسمح لي انا اللي غلطت. قلت له انا راه ما ديتهاش فيها لان داك الثمن راه انا وما شاريهاش ب 3400 درهم. انا براسي وما شريتش 3400 درهم كي راه وقع الغلط. ها هو كاع الله الا عاود صيفط لي فوفا كاج الروسي ديال هاي يا خويا انا هاي من قريطه هاد سبيانش بلاتي نضربو لي السميه ديالو. هاي صيفط لي فلوس ديالو يا خويا انا نخلص عليهم وصيفط ليه رزقه. المهم خوت بنادم يدير اطونسيون نصاب راه كثروا بزاف بزاف كاع اكثر من القياس وراك يقلبوها على ما السلام عليكم.